بسم الله الرحمن الرحيم وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج سبحان من أحيا الأرض بعد مواتها سبحان من أحياها بالماء لتنبت من بقلها وعدسها ليأكل منها الإنسان لتنبت الكلأ والمرعى لتأكل منها الأنعام لذا كان الماء نبع الحياة الذي من الله به علينا فالماء لا غنى عنه لصحتنا وغذائنا وحياتنا هذا غيض من فيض في إحصاء فوائد وجود الماء لكننا وفي غمرة تنعمنا بالماء وفوائده لا ندرك الأهوال التي يمكن أن تحيق بحياتنا إن يوماً فقدناه فهل لنا أن نتخيل عظم المصاب حينئذ؟ هل تعلمون أن منطقتنا العربية هي أكثر مناطق العالم جفافاً على الإطلاق؟ وأن 87% من مساحة هذه المنطقة هي صحراء قاحلة بمصادر ماء شحيحة؟ هل تعلمون أن هذه المنطقة هي موطن لما نسبته 5% من سكان العالم بينما تمتلك أقل من 1% من مصادر مياه الشرب المتجددة حقيقة صارخة يجهلها الكثيرون وهي أن مصادر المياه المتجددة انخفضت إلى ثلث ما كانت عليه عام 1960 بل ومن المتوقع أن تنخفض إلى النصف خلال 25 سنة القادمة إذا ما استمرت إدارتنا لمواردنا المائية على ما هي عليه الآن وحقيقة مؤلمة ثانية تخبرنا أن نوعية المياه في ترد مستمر بسبب التلوث والضخ الجائر وسوء الاستخدام يشكل أحد الأهداف الألفية للتنمية تحدياً كبيراً حيث يطمح إلى تقليص العدد الحالي للمحرومين من مصادر مياه الشرب ووسائل الصرف الصحي المناسبة إلى النصف بحلول عام 2015 إن الفشل في تحقيق هذا الهدف يعني أن مئات الملايين من أطفال العالم سيعيشون دون الحد الأدنى من الظروف الصحية والبيئية الملائمة تخيل أن يكون أولادنا من هؤلاء إن تمويل المشاريع ذات العلاقة بحل مشاكل المياه في منطقتنا العربية يتطلب تمويلاً مستداماً يتجاوز الحدود السياسية والجغرافية فبالرغم من المساهمات القيمة للمنظمات العالمية والإقليمية لتمويل مشاريع المياه إلا أنها لا توفر الموارد المالية والفنية الكافية أو المستدامة لمواكبة حجم وخطورة مشكلة المياه في منطقتنا مما سبق ينبع التساؤل حول كيفية توفير التمويل اللازم لمثل هذه المشاريع إن حضارتنا العربية الإسلامية قد سبقت العالم إلى إجابة شافية وحلول عملية يربو عمرها على 14 قرنا فقد وضعت شريعتنا وطورت نظاماً يمكن الأفراد من التبرع بأملاكهم أو جزء منها ليستفاد منها في التنمية ضمن ضوابط وشروط معينة يحددها صاحب المال هذا النظام هو ما يعرف باسم الوقف الوقف هو هبة مالية أو ممتلكات تستخدم عائدات استثمارها لغايات محددة مثل محاربة الفقر
أو التنمية الاقتصادية أو حماية البيئة. الوقف يمكن أن يكون أداة هامة لأي عملية تنموية، ذلك أنه يرتبط بالمجتمع المحلي محققاً فائدة مباشرة لأفراده وفئاته. الوقف هو تمويل من الناس لأجل الناس وصولاً إلى حياة طيبة ننعم بها جميعاً. فعلى سبيل المثال لا الحصر، يوفر الدخل المتأتي من مزارع النخيل الوقفية في اليمن الفرصة لإطعام المئات من السكان المحليين سنوياً. أما في الكويت فيسهم الوقف في دعم برامج التوعية البيئية وحماية البيئة البحرية. وفي الأردن يتم استثمار عوائد بساتين الفواكه الوقفية في تحسين المرافق التعليمية والصحية للقرى المجاورة لهذه البساتين. إن قضايا الموارد المائية تتجاوز الحدود السياسية، ومن أجل ذلك يعمل الاتحاد العالمي للصون من خلال مكتبه الإقليمي في عمان على إعادة إحياء مفهوم الوقف وإضافة بعد بيئي له. من هنا ولدت فكرة تأسيس صندوق تمويل بيئي يقوم على نظام الوقف، يموله أبناء المنطقة لصالح مستقبلهم. ويستخدم الصندوق العائد السنوي من استثمار هذه الأموال لدعم مشاريع بيئية ومائية يتم اختيارها وتطويرها بعناية فائقة. فلتكن أخي من أصحاب الأيادي البيضاء في أمتك، ليكون الله في عونك ما دمت في عون أخيك، وتنال البر. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. استثمر في صندوق الوقف، فهي فرصتك لتسن سنة حميدة وتترك إرثاً نبيلاً وتصنع علامة فارقة في حياة الآخرين. صندوق الوقف هو الوسيلة الجديدة لزرع الأمل في الدنيا وحصاد الثواب في الآخرة. سيقوم صندوق الوقف باستثمار رأس المال في مشاريع مدروسة بعناية، بحيث لا ينقص رأس المال بل يحقق عوائد سنوية متنامية يتم استخدامها لدعم مشاريع المياه والصرف الصحي والبنية التحتية. هكذا تكون صدقتك جارية متجددة للمستفيدين، وأجرها أبديا لك إن شاء الله. إن سوء إدارة المصادر المائية والطبيعية يعرض صحة الإنسان والتنمية الاقتصادية والأنظمة البيئية للخطر. المياه العذبة مصدر محدود وهش، فما مصيرنا إن فقدناها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ إن التحدي أمامنا كبير، وهناك فرصة لتعزيز الأمل في مستقبلنا ومستقبل أولادنا. فلنعمل سويا من أجل صون وتنمية مواردنا المائية، مستمدين عزمنا من تاريخنا العريق وحضارتنا المتجددة.